احنا اليوم موجودين في المزار الشمالي لحتى نتعرف على قصة شخص امتهن الصناعة الخشبية أبا عن جد، ليسمي مكان العمل الخاص فيه بيت المهباش العربي. تعال لحتى نتعرف أكثر على صالح الجراح وصناعات اليدوية. بلشت مهنتي هاي تقريبا قبل 40 سنة ويزيد. كان عمري لما بلشت بالموضوع الخشب حوالي 5 سنوات. طبعا اتدرجت فيها بالبدايات، كنت أعمل العصي، مراود الكحل، شوي شوي صرت يعني العصا اللي كنت أسويها مثلا راس حي صرت أعدل عليها شوي، بعدين صرت أسوي راس السقر، العصا اللي راس السقر. جدي كان نجار مهابيش، عمي كان نجار مهابيش، نقلت منهم بعض الأمور. يعني ما كان عمري حوالي 12 سنة لما دخلت موضوع المهابيش، وما في ماكينات، كانت كل نجار على القدوم، والقدوم يعني أداة صعبة، والخشب يعني نوعا ما كله قاسي، خشب شجرنا كله قاسي. فدخلت بالموضوع وبلشت أنمي فيها شوي شوي شوي، يعني كل يوم تطلع معك فكرة جديدة، نكشة جديدة، مرات تشوف سجادة تأخذ نكشة عن سجادة، تشوف بلاطة تأخذ نكشة عن بلاطة. طبعاً بداية الشغل كانت عندي هواية، بعدين صارت مهني لإقبال الناس عليها، بعدين يعني الحركة السياحية شجعتني إني أزيد الشغل. أحب الشغل بالنسبة إلي اللي هو المهباش والأسلحة، يعني هذول أكثر شغلتين بتمتع فيهن. إضافة إلى ذلك أنه بشتغل مجسمات، بشتغل علب حلو، بشتغل رسومات، بشتغل مكتات، بشتغل أواني، بشتغل صواني شاي، بشتغل شمعدانات، يعني كل إشي بتعلق بالخشب أنا بعمله. طبعاً إحنا يعني لما بدنا نشتغل مهباش مرات بيستمر الشغل 10 ساعات، 12 ساعة، مرات أكثر حسب آلية الشغل. هاي المهباش مثل زي ما أنتم شايفين لما بتشتغل لساعات طويلة وأنت قاعد على نفس القاعدة، لأنه إذا بتترك المهباش بينقطع حبل أفكارك، بصير عندك ضيق صدر. أثناء العمل يعني بصيبك ضغط، يعني بدك إشي اللي تخرج عن موضوع الروتين فيه. دق المهباش يسوي المودع، النيران مشبوبة ودلال العز ما تعدى مع جناب النار منصوبة. دق المهباش يا صالح ودع، النيران مشبوبة ودلال العز ما تعدى مع جناب النار منصوبة. معظم الأدوات اللي بنستخدمها بنستخدم الأزاميل اللي بالشغل، طبعا هي صناعة محلية، كل واحد بيشتغل بالشغل هاي بيصنع أزاميله بإيده. عندنا كمان يعني مخرطة صناعة محلية طبعا أنا عاملها، هاي اللي بتلف المهباش، يعني بتعطينا نص المهباش عشان نكسب وقت. ماتور حطب عشان نأهل الخشبة تركبها على المخرطة، لأنه أنت بدك لما بتجيب خشبة ما بتكون مستقيمة، أنت تتركبها على المخرطة بدها تأهيل تتركب على المخرطة. طبعا انواع الاخشاب اللي موجوده عندنا هون بالاردن، عندنا البطن من افضل انواع الاخشاب، بيجي بعديه المشمش، الصدر، السلم، الكينا، اكثر خشبه متوفره عندنا الكينا، وبتفي بالغرض، يعني بتسد محل البطن ومحل اي نوع خشب ثاني، وموجوده بكثره. بنعتمد على الشغل اليدوي فيها بنسبه 80%، وبالنسبه للماكينات يعني بنسبه 20% او اقل. ولانه صالح اعتمد بنسبه اكبر على العمل اليدوي بالرغم من تطور التكنولوجيا وتقدم الوقت، حبينا نفرجيكم مراحل الصناعة الخشبية من لما كان الخشب خام لحتى صار جاهز للعرض والاستعمال. بداية الأمر يعني احنا بننتقل خشبة، لازم الخشبة تكون نظيفة، ما فيها سطوح، ما فيها سوس، ناشفة تكون. بعد ما ننتقل الخشبة بنأهلها للخراطة، بعد ما نأهلها للخراطة بنركبها على المخرطة، بنشكلها بشكل مهباش أولي، بعد ما نشكلها بشكل مهباش أولي ونجهزها بناخذها للمرحلة اليدوية. بعد المرحلة اليدوية بداية الموضوع بنقيس المهباش، بعد ما نحفر الصحون المهباش بالقدوم بننتقل لمرحلة النقش. طبعا النقش يعني حسب الرغبة، في رسومات، في نقشات إسلامية، في نقوشات عربية قديمة، في نقوشات قدسية بسموها اللي هي كانت أصلا صناعة المهباش بالقدس. بعد ما ننتهي من النقش الآن بنسلم المهباش للأولاد الصغار، يعني أنا عندي بنات بيساعدوني بالحف، أديهم صغار يعني بدققوا على أدق التفاصيل، بنعموا المهباش. بعد ما ينعموا المهباش احنا بنحط على باب المهباش قطعة ألمنيو أو نحاس حسب الرغبة. بعد ما ننتهي من المرحلة هاي طبعا ننتقل لمرحلة الدهان. الدهان حسب الرغبة طبعا، يعني في ناس بتحبوا سادة، في ناس بتحب المهباش مثلا بني، في ناس بتحبوا أحمر، في ناس أسود، حسب الرغبة. بندهن المهباش، بعد ما ندهن المهباش بندهنه بزيت زيتون وبنقول للزبون تفضل